بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب المتابعين صبحكم الله بالخير والنور والسرور. طبعا مثل ما شاهدتم السؤال في بداية المقطع، الأخ يسأل عنده وحدة تكييف تعمل بغاز 410، ويقول أنا أبغي أطول أو أزيد من طول المواسير إلى 10 متر، والدارج يعني هو يقول الدارج أو مثل ما هو معروف هو الذي يقول هذا الكلام وليس الجمال، الذي معروف أن وحدات غاز 410 لا تزيد أو لا تضيف لها غاز. يعني هو يقول الدارج والمعروف أن الوحدة هذه وحدات 410 لا يضاف لها غاز، وهذا كلام خطأ. من الذي قال لكم هذا؟ وحدات غاز 410 تضيف لها غاز، ما عندك مشكلة في إضافة الغاز، ولكن ليس في حالة نقص الغاز. يعني عندك تسريب، صارت عندك مشكلة خلل، لا تضيف لها الغاز. لكن وحدتك سليمة مثل ما هذا الأخ يريد أن يفعل، وحدتك سليمة ما فيها أي مشكلة، ولكن غيرت رأيك، يعني حاب أنك والله تنقلها من مكان إلى مكان، وهذا المكان راح يكون طول المواسير أكثر من 3 متر وأكثر من 7 متر، يعني الطول المناسب للوحدات التكييف سواء غاز 410 غاز 422 407 ما بين 3 إلى 7، هذا الغاز أو 8 متر حتى، هذا الغاز الذي يكفي الجهاز، يعني جاي من المصنع بهذه الكمية من 3 إلى 7. لكن أنت ركبته في مكان والحين حاب أنك تنقله من إلى مكان آخر، والمكان آخر هذا اكتشفت أن طول المواسير فيه راح يتجاوز 7 متر وراح يوصل إلى 10، ممكن 15، ممكن 20. فما هو الحل؟ الحل الله يحفظكم، أولا يجب أن تعلم حجم وحدتك. يعني إذا كانت وحدتك 1 طن راح يكون أقصى طول مواسير ما بين الوحدتين يشمل الارتفاع، الارتفاع والطول أفقي يعني وعرضي، لا يتجاوز من 10 إلى 15 متر، بحد أقصى ارتفاع تقريبا 4 متر، 4 متر إلى 6 متر عرضي بالطول، يعني كذا زي مو بعرضي لا طولي زين. هذا بالنسبة للواحد طن، 1.5 2.5 3 طن ما عندك مشكلة فيهم، ممكن يوصل الارتفاع تقريبا 8 متر، الفرق الارتفاع، وأيضا الطول ممكن يوصل إلى 20 25 30 في بعض الوحدات بطول إجمالي، يعني العرض مع الطول مع الارتفاع، المهم يعني احسبوها أنتوا، المهم لا يتجاوز، المهم أهم شيء يكون الارتفاع ما يتجاوز 8 متر بالنسبة للوحدات من 1.5 طن لغاية 2.5 خلنا نقول أو 2 طن، لأن 2.5 أو 3 طن راح تكون وحدات كبيرة ممكن تحمل ارتفاع أكبر أو فرق ارتفاع أكبر، لكن بشكل عام ممكن يوصل تقريبا 30 متر حد أقصى لغاية 2 طن، 2.5 3 طن ممكن يتجاوز يوصل 35 متر فرق الوحدات. انزين، فنقول وحدتك سليمة يا حبايبي وغاز 410 وحاب انك تنقل الجهاز من مكان الى مكان، واكتشفت مثل ما قلت انه المسافة اكثر او اطول من 7 متر، ما هو الحل؟ الحل الله يحفظكم، تسترجع الغاز، تحبس الغاز في الوحدة الخارجية، ومن ثم تفصل الجهاز، تنقل الوحدة هذه، ممكن
تنظف المواسير وتضيف عليها مواسير تلحمها، وممكن تستغني عن المواسير القديمة وتركب مواسير جديدة أنت ورأيك أو طريقة توصيلك وداركيبك زين. ومن بعدها يا حبايبي تعمل فاكيوم جيد للمنظومة وتفتح الغاز، الغاز المحبوس تفتح زين. هذا إذا كان تركيبك جيد 100% وضامن إنه ما في أي مشاكل عندك، هذه الطريقة تفتح الغاز. بعد ما تفتح الغاز تشحن والاسطوانة مقلوبة في حدود 20 إلى 25 جرام من الغاز لكل متر إضافي. يعني كانت عندك مثلا أو وجدت أن عندك المسافة 10 متر فتضيف تقريبا 75 جرام من الغاز، ضفت 75 ضفت 80 جرام من الغاز ما عندك مشكلة. ممكن تضيف الكمية صراحة عن طريق الوزن وهذا أفضل، وممكن تضيف الكمية عن طريق المواسير أو هوزات الشحن، وهذا راح يكون صعب لأن كل واحد ممكن يكون عند الهوز مختلف. ممكن أنا أو جمال يستخدم هوز أو هوزات طولها 50 سنتي، ممكن غيري يستخدم هوزات طولها مثلا متر، ممكن ناس تستخدم هوزات أقل من 50 سنتي. بالتالي الأفضل أنك تضيف الغاز عن طريق الميزان وليس عن طريق هوزات الشحن، لأن هوزات الشحن كمية الفريون اللي راح تكون داخلها راح تختلف من هوز إلى هوز، خاصة على وضع السائل وأيضا على وضع الغاز، فيجب الانتباه لهذه الأمور. تقريبا في رأيي إذا كان عندك المواسير 50 سنتي يعني راح يكون عندك ممكن بعضهم يستخدم، يعني الموضوع صعب بالنسبة للهوزات، يعني ممكن بعضهم يستخدم هوزين، الهوز الأصفر والهوز الأزرق للشحن، وبالتالي يصبح عندك مجموع الطول تقريبا 1 متر. بعضهم يستخدم مثلا الاسطوانة مباشرة للشحن لإضافة الكمية، راح يكون عندك الطول تقريبا 50 سنتي، وبالتالي إضافة صراحة الكمية عن طريق الهوزات راح تكون شوي صعبة وإشكالية. ما نبغي ندخل في هذه المعمعة، خلك على الميزان راح يكون أفضل. ما عندك ميزان تقديريا افتح مرة مرتين أو 3 مرات بشكل سريع، وكان الله غفور رحيم راح تمر الكمية تقريبا في حدود، حتى لو شحنت 100 جرام ما عندك أي مشكلة لأن ليست بتلك الإضافة الكبيرة يعني، أو يعني الكمية الزايدة عن حاجة الجهاز. نسيت جملة أو فكرة كنت بوصلها، شو هي يا ربي بالنسبة للشحن؟ انزين أوكي. إذا كانت عندك صراحة إشكالية أو أنك شاك أن نظامك لم ينصب بشكل سليم في وحدة غاز 410 وتظن أن في هواء، الأفضل صراحة بدل ما تنقل الغاز القديم وأنت شاك في هذا الغاز أو نوعية هذا الغاز، فرغ الغاز بالكامل، أربط الجهاز من جديد زين في الطول أو المسافة الجديدة، أعمل باقي مشحن غاز بالوزن من جديد حسب الملصق الموجود في الجهاز. يعني إذا كان الجهاز مثلا يقول لك كمية الغاز 1.5 كيلو تقريبا، إذا كان الملصق يقول أن كمية الجهاز راح تكون 1.5 كيلو، أعمل فاكيوم جيد بعد ما تفرغ الجهاز. طبعا أنت فرغت الجهاز لأنك نقلته خلاص، ما تبغي تنقل الغاز القديم أو شاك في الغاز القديم، أعمل فاكيوم جيد وبعدين أشحن بالوزن. بعد ما توصل للوزن المطلوب على الاستيكر أو الملصق ضيف لها تقريبا 20 إلى 25 جرام من الغاز، وبالتالي إن شاء الله راح تكون أمورك طيبة زين. هذه هي كانت الطريقة صراحة لإضافة أو نقل وحدة تعمل بغاز 410 الذي قال أنه لا يجب إضافة غاز، هذا كلام خطأ،
فقط يجب أو لا يجب إضافة غاز في حالة وجود تسريب للنظام. وسبقا قلت هذا الكلام، التسريب يجب أن يكون بكمية كبيرة. إذا كان التسريب قليل يعني فقط كمية بسيطة ووجدت أن الضغط عندك شوي منخفض عن الضغط الطبيعي، ما راح أتكلم عن الضغوط الطبيعية لأنها تختلف ما بين الشتاء والصيف، وبالتالي راح نسوي لكم إشكالية. نترك الموضوع صراحة للفنيين، ومنها لا تضيف غاز إذا انخفض الضغط عن الضغط الطبيعي حسب درجة حرارة الطقس الخارجية بشكل كبير. يعني عندك انخفاض كبير في الضغط، يجب أن تبحث عن الخلل، تعمل صيانة إصلاح الجهاز، تعمل باكوم، تشحن غاز جديد. انخفض عندك الضغط بشكل بسيط، ممكن يكون عندك تسريب من الإبرة، حاول أنك فقط تضيف كمية غاز وراح تكون أمورك إن شاء الله طيبة وفي السليم. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع جمال. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب، وأيضا نشر محبكم. أشوفكم على خير إن شاء الله. مع السلامة.